السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم مع حصة جديدة من منهج الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن تاني دروس الوحدة الثانية، والوحدة الثانية بتتكلم معانا عن السكان في العالم. وأول درس معانا في الوحدة ديت بيتكلم عن السلالات البشرية في العالم. طبعا اتفقنا مع بعض اول حاجه معانا بنحدد نواتج التعلم اللي يجب ان يحققها الطالب في نهايه كل درس. قلنا اول حاجه نتعرف عليها الطالب او يكون قادر على التعرف عليها وهي مفهوم السلاله. يعرف مفهوم السلاله، يعرف يعني ايه كلمه سلاله. 2، يكون الطالب قادر على ان يحدد السلالات البشريه الرئيسيه في العالم. 3، يوزع السلالات الرئيسية في العالم على خريطة صماء. 4، يبدي رأيه في تقسيم السلالات البشرية. احنا كده حددنا مع بعض نواتج التعلم بتاعتنا. طيب ايه اهم عناصر الدرس بتاعنا؟ هنتكلم طبعا عن نشأة السلالات البشرية، هنتكلم عن السلالات الرئيسية في العالم، هنتكلم عن السلالات في الوقت الحاضر. طبعا احنا عمالين نقول هنتكلم عن السلالات. طيب يعني ايه اصلا كلمة سلالة، ومتى بدأت ونشأت السلالات البشرية؟ بدأ نشأة السلالات البشرية مع بداية انتشار الانسان في قارات العالم، خاصة العالم القديم، لان احنا لما درسنا في الوحدة الاولى قسمنا العالم لجزئين، العالم القديم وهم اسيا افريقيا اوروبا، والعالم الحديث وهم الامريكتين واستراليا وانتركتيكا. طيب امتى بدأ انتشار الانسان في العالم؟ بدأ انتشار الانسان في العالم في اواخر عصر يسمى بعصر البلاستيوسين. ده احد العصور التي بدأت في تشكيل العالم وتكوين القارات. طيب بدأ مع استقرار الانسان في البيئات المختلفة، بدأ يؤثر فيها ويتأثر بها. يعني ايه بدأ يؤثر ويتأثر؟ قلنا الإنسان لما بدأ الاستقرار بدأ طبعا يتفاعل مع البيئة المحيطة به، فبدأ يبقى ليه تأثيره على البيئة من خلال مثلا معرفته بالزراعة وزراعة الأرض وهكذا، وبدأت البيئة نفسها تأثر على الإنسان. زي ما احنا عارفين طبعا إن السلالات ديت أو الإنسان بيتأثر بالمكان اللي بيعيش فيه، وبالتالي بدأ من هنا انتشار السلالات البشرية يختلف في العالم. بدأت تنشأ السلالات البشرية، وبدأ يختلف الناس في مظهرهم الخارجي تبع لسلالتهم. طب ازاي بيختلفوا؟ ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق البشر شفنا ان جميعنا ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر كلهم بنفس الصفات، بنفس الشكل، بنفس الهيئة، يعني مفيش واحد ازيد عن واحد في ايه؟ في اي حاجة. ولكن بدأ الناس بس بيختلفوا في المظهر الخارجي، وبالتالي زي الطول، لون البشرة، شكل العين، شكل الأنف، حجم الرأس، ديت حاجات خارجية ظاهرية. يعني نلاقي واحد مثلا أبيض، واحد أسمر، واحد طويل، واحد قصير، تمام، واحد عينه ضيقة، واحد عينه واسعة، دي اسمها إيه؟ أشكال ظاهرية. لكن لما بنيجي نبص على الجوهر نفسه أو الحاجات الأساسية، ما هو أنا ليا عين والتاني ليه عين، نفس الحاجة اللي عندي هي اللي عنده، فدي اسمها إيه؟ مظاهر خارجية اللي إحنا بنقسم على أساسها، وبدأ الناس يختلف على أساسها. وبالتالي يرجع أصل السلالات في نهاية الأمر هو أصل واحد، والأسس اللي تم تقسيم من خلالها السلالات البشرية هي أسس ظاهرية، يعني مش حاجة إيه تفرق كتير عن بعضها البعض. قال لك أسس ظاهرية، يعني أنا لما أقول ده طويل وده قصير، دي حاجة مش حسب طبعا إيه الصفات الوراثية دي، لأ يعني، تمام. ولا توجد سلالة في العالم أكثر ذكاء من سلالة أو أقدر على العمل والإبداع من سلالة أخرى. طب إيه هي أصلا مفهوم السلالة؟ مفهوم السلالة لما نيجي نعرفها هو مجموعة بشرية تتشابه في صفاتها الجسمية الخارجية. مجموعة من البشر يعني ليهم نفس الصفات الخارجية في الجسم، في الشكل، في نفس كل حاجة، ولكن تم تقسيمهم إلى سلالات حسب المظهر الخارجي فقط. طيب عندنا كام سلالة بقى في العالم؟ نجد ان السلالات في العالم ما زي ما الخريطة موضحة
او الشكل اللي امامك موضح، تنقسم سكان العالم الى 3 سلالات رئيسيه: السلاله القوقازيه، السلاله الزنجيه، السلاله المغوليه. طيب كل سلاله من دول تلاحظ ان ليها نسبه من السكان موجودين في العالم. هنلاحظ مثلا السلاله القوقازيه 50%، السلاله الزنجيه 10%، السلاله المغوليه 40%. طيب تعال بقى نشوف كل قسم من اقسام هذه السلالات وازاي تم تقسيمها وايه اهم ما يميز كل سلاله من السلالات الموجوده في العالم. نلاحظ اول سلاله او من خلال الخريطه ان السلالات من مفتاح الخريطه عندنا سلاله تنتشر في كل قارات العالم وهي السلاله القوقازيه من خلال الخريطه زي ما انت شايف اللي هي لونها الكوبي ده، اما اللون الاصفر فبيعبر عن السلاله المغوليه، واللون الاسود على الخريطه يعبر عن السلاله الزنجيه. طيب نلاحظ اول حاجه معانا السلاله الزنجيه. من خلال الخريطه نلاحظ ان السلاله الزنجيه تتركز قرب دائره الاستواء في قاره افريقيا، يعني المنطقه الرئيسيه ليها هي القاره الافريقيه. فين؟ قال لك بالقرب من دائره الاستواء. يعني هيمثلوا قد ايه من القاره؟ قال لك بيمثلوا 70% من سكان قاره افريقيا. طيب الزنوج على مستوى العالم بقى كله بعيدا عن قاره افريقيا اللي في امريكا الشماليه او الجنوبيه او استراليا او اوروبا او اسيا او اي مكان في العالم، بيمثل الزنوج 10% من سكان العالم. لا هم قد ايه من سكان العالم؟ 10% فقط. طيب ال 10% دول موجود منهم نسبه قد ايه من سكان القاره؟ 70% من سكان قاره افريقيا زنوج، يعني سلاله زنجيه بتتميز بالبشره السوداء. تمام. وهذه النسبه بتوجد في افريقيا حوالي 75% من زنوج العالم. يعني 75% دول من ايه؟ من قيمه ال 10%. يعني انا لو بتكلم بقى حولت ال 10% ل 100% هنلاقي ان 75% منهم موجودين في قاره ايه؟ افريقيا. يعني اللي هو نسبه مثلا لو هي من 10 بس تحديدا 7.5%. تمام. طيب البشره دي او السلاله دي بتتميز بايه؟ اول حاجه بتتميز بيها السلاله هي البشره الداكنه، اي البشره اللي لونها غامق، يعني بنقول عليها البشره السوداء. 2 انف عريضه، الانف بتاعتهم تاخد شكل عريض شويه، بتبقى واخده مساحه كبيره من الجسم. 2 شعر اجعد، نلاقيه كده ايه الشعر اللي هو داخل في بعضه دوت ومش باين له شكل، فبنسميه الشعر الايه؟ الاجعد. شفاه غليظه، نلاقي الشفايف بتاعت هذه السلاله بتتميز بالغلظه ماليه الوجه، وبالتالي هذه السلاله تتميز بالبشره الداكنه، الانف العريضه، الشعر الاجعد، الشفاه الغليظه. بيمثلوا قد ايه من زنوج العالم كله او من سكان العالم؟ 10%. طب من سكان افريقيا بس؟ 70%. ودول بيمثلوا قد ايه بقى السكان ال 70% دول؟ 75% من نسبه ال 10%، عشان نبقى فاهمين ليه 70 وليه 10 وليه 75. وطبعا احنا اتفقنا ان الارقام هي ارقام استدلاليه فقط، يعني مش موضع سؤال. تمام. طيب السلاله دي بتتركز فين؟ قلنا بتتركز هذه السلاله بالقرب من دائره الاستواء بقاره افريقيا. طيب السلاله ديت ليها ايه؟ قال لك بتنقسم هذه السلاله الى انواع او اقسام. اقسام السلالات في العالم، اول قسم من السلالات السلاله الزنجيه تحديدا هو الزنوج السودانيون. ايه الزنوج السودانيون دول؟ قال لك لما تيجي تبص على الصفات اللي احنا قلناها هي البشره الداكنه والشعر الاجعد والشفاه الغليظه والانف العريضه، دي على طول كده نلاقي ان معظم هذه الصفات تتمثل في هذه الفئه من السكان اللي هم الزنوج السودانيين اللي هم سكان دوله السودان يعني. طيب المجموعه الثانيه مجموعه اسمها مجموعه البانتو. تمام. المجموعه الثالثه او القسم الثالث النيليون الحاميون. المجموعه الرابعه مجموعه تسمى الاقزام. المجموعه الخامسه البوشمان والهنتوند، وديت اقسام السلاله. يبقى انا السلاله ديت عندي بتنقسم الى 5 اقسام رئيسيه.
طيب نخلي بالنا ان عدد كبير من الزنوج اللي موجودين في دول اوروبا وغيرها بدأوا يتنقلوا الى اوروبا ليه؟ وبيعيشوا في حياتهم ازاي؟ قال لك انتقل الزنوج الى اوروبا والى غيرها مثل الامريكتين وبدأوا يحصلوا على الجنسيات هذه الدول. يعني نلاقي ان احنا مثلا في اوروبا تمام في زنوج ذات نفس الايه الصفات دي ودول من سكان اوروبا مثلا وعندهم الجنسيه مثلا بتاع فرنسا او ايطاليا او اي دوله يعني. طيب ليه؟ قال لك لان هم بداوا ان هم اتربوا هناك وعاشوا هناك فبداوا ياخدوا دي. طب هم ايه اللي وداهم هناك سواء في اوروبا او الامريكتين؟ قال لك زمان كان بيحصل حاجه اسمها الهجره الاجباريه عن طريق تجاره اسمها تجاره العبيد. اللي هي الرقيق. تمام؟ وبدا من هنا التجاره ديت يكون بتجبر الزنوج الافارقه على الهجره الى الامريكتين. اشمعنى الامريكتين؟ قال لك مع اكتشاف الامريكتين على يد الاوروبيين بدا الاوروبيين دول ينقلوا الزنوج الى الامريكتين للعمل في مزارع الاوروبيين وهي مزارع القطن وقصب السكر. تمام يا جنى، برافو عليك. تمام، قال لك يبقى هم انتقلوا عن طريق الهجره الاجباريه للعمل في مزارع القطن وقصب السكر والدبغ التي انشاها الاوروبيين فين؟ في الامريكتين. طيب ايه تاني؟ نروح لسلاله تانيه اللي هي السلاله المغوليه، ودي بيتقال عليها السلاله برضو الصفراء. طب صفاتها ايه السلاله المغوليه دي وموجوده فين؟ قال لك بتتميز اول حاجه بالبشره الصفراء، لون البشره بتاعهم اصفر. تمام، يعني واخد مش نصع البياض، يعني مسمر شويه. العيون عيون منحرفه وضيقه. تمام، طيب ثالث حاجه الشعر الاسود المسترسل اللي احنا بنسميه الشعر الناعم ده الايه الحلو ده. تمام، طيب يبقى بشره صفر، عيون منحرفه ضيقه، شعر مسترسل. طب دول بيتركزوا فين؟ قال لك بيتركز هؤلاء او هذه او تتركز هذه السلاله في زي ما انتم شايفين في الخريطه في قاره اسيا بنسبه كبيره 40%. بتمثل قد ايه من سكان العالم؟ 40%. طبعا موجود منهم في الامريكتين وموجود منهم في اجزاء من العالم، ولكن النسبه الاكبر من الجنس المغولي تتركز في قاره اسيا. طيب لما يجي يقول لك بما تفسر يتركز الجنس المغولي في دول العالم بنسبه تزيد عن 40%، او السؤال بشكل تاني ترتفع نسبة الجنس المغولي أو السلالة المغولية في العالم ده أو ده، ليه السلالة ديت نسبتها كبيرة أوي كده بتصل ل40%؟ قال لك لأن معظم سكان الصين ودول شرق وجنوب شرق آسيا ينتمون لهذه السلالة. طبعا ده هناخده كمان بالتفصيل أكتر لما نيجي ندرس توزيع السكان. هتلاقي إن الصين والهند وغيرها من الدول، الصين والهند تحديدا، دول اكبر دولتين تعدادا في السكان، وبالتالي عشان كده الجنس المغولي بيتركز في شرق وجنوب شرق اسيا زي الصين واليابان وغيرها من الدول وكوريا وغيرها. ليه؟ عشان نسبه كبيره من السكان في المنطقه ديت بينتموا لهذه الايه؟ السلاله. وده خلي بالنا منه عشان السؤال ده مهم وبيتكرر كتير في الامتحانات. طيب السلاله ديت بتنقسم لكام قسم؟ السلالة دي بتنقسم لثلاث أقسام. طيب قبل ما نقول أقسام السلالة قلنا إن بيتركزوا في قارة آسيا في الصين واليابان وكوريا ومنغوليا وجنوب شرق آسيا، كمان بيوجد منهم مجموعة في سيبيريا ومجموعة في الأمريكتين. خلاص الأقسام بتاعتهم إيه بقى؟ سواء بقى في آسيا أو في الأمريكتين. قال لك أول حاجة مجموعة اسمها مجموعة الإسكيمو، ودي بتسكن شمال كندا وألاسكا في أمريكا الشمالية. شمال كندا والاسكا، ومن اسمهم كده كلمه الاسكيمو دي بيدل على وجودهم في منطقه ايه؟ شديده البروده. طيب الهنود الحمر الفئه الثانيه او القسم الثاني هم الهنود الحمر، ودول موجودين في الامريكتين. تمام؟ طيب المجموعه الثالثه وهي مجموعه التانجوس، ودي توجد في دوله او في سيبيريا، وهي تابعه لقاره اسيا في شمال قاره ايه؟ اسيا. طيب يا شباب احنا دلوقتي عندنا سلالة زنجية، سلالة مغولية، طب السلالة الثالثة
قال لك دي بيسموها السلالة القوقازية أو بيطلق عليها اسم السلالة البيضاء. بتتميز بإيه بقى السلالة البيضاء ديت؟ بالبشرة البيضاء الوردية. طبعا كل واحد هيرفع ايده دلوقتي يقول انا احنا دول يا مستر صح، مش احنا البشرة البيضاء الوردية؟ اه احنا بننتمي لهذه السلالة. 2 الشعر المتموج، 3 الشفاه الرفيع. يبقى بشرة بيضاء وردية، شعر مموج، وشفاه رفيع. السلالة دي بقى ما شاء الله كده من الخريطة يتضح انها بتتوزع في كل قارات العالم، يعني بتمثل حوالي 50% من سكان العالم، يعني نص سكان العالم بينتمي للسلالة البيضاء القوقازية. طيب السلالة دي بتسكن او من انواعها ايه او اقسامها ايه؟ قال لك اقسامها اول مجموعة موجودة معانا وهي مجموعة سكان حوض البحر المتوسط. اه اللي هم مين بقى؟ اللي هم احنا العرب. قال لك وينتمي ليهم العرب، وعدد كبير من مين؟ من سكان جنوب اوروبا. يبقى اللي هم بيقعوا على البحر المتوسط سواء بقى في جنوب اوروبا او في شمال قارة افريقيا، اللي هم الدول العربية يعني. 2 المجموعة القلبية، ودول سكان غرب ووسط اوروبا، دول بيسكنوا في غرب ووسط اوروبا. وليه سموها قلبية؟ طبعا عشان وجود جبال القلب. تمام. المجموعة الثالثة وهي المجموعة النوردية الشمالية. تمام. ودول النورديين اللي بيسكنوا دول شمال أوروبا. خلاص. طيب نلاحظ إن السلالة القوقازية بتنتشر في قارات العالم ويتركزون في شمال الصحراء في الدول العربية، وبالتالي احنا قلنا نحن العرب ننتمي إلى هذه السلالة. طيب دلوقتي السؤال، هل الأسس اللي أنا قلتها ديت في تقسيم السلالات شكل، لون، طول، مش عارف إيه، حاجات أساسية في الإنسان؟ قال لك لا، مش حاجات أساسية في الإنسان، عشان كده بنقول إن تم تقسيم السلالات على أسس ظاهرية وليست جوهرية، يعني مش حاجات إيه أساسية. ليه بقى بنقول كده؟ أقول لك ليه؟ لأن إحنا بدأنا كلامنا وقلنا إن الإنسان بدأ يؤثر ويتأثر بالبيئة اللي بيعيش ايه فيها. ما انا ممكن اكون كانت بشرتي بيضاء او صفراء، تمام، ومع مثلا شغلي او وظيفتي والبيئة اللي انا بعيش فيها، مثلا انا راجل بشتغل في الزراعة، تمام، فبقعد في الارض الزراعية كتير ووقت طويل بقى بتعرض للشمس، مع الوقت لون البشرة بتاعي بيحصل له ايه؟ بيتغير من مثلا اللون الابيض الوردي الى اللون الايه الاسمر. هل كده بقى اتقال عليا من الزنوج؟ قال لك عشان كده بنقول ان الاسس دي اسس ايه ظاهريه، يعني مش صفات اساسيه. لكن ما ميزتش بقى ايه، قلت ده في واحد بيتميز بان ربنا خلقه بمثلا بايد زياده عن الانسان العادي. لا ما قلناش ده حاجه جوهريه، حاجه اساسيه، وبالتالي من هنا الاسس ديت هي اسس ظاهريه. وبالتالي هل بقى في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده في حاجة اسمها سلالة قوقازية أو زنجية أو مغولية؟ قال لك لا، في الوقت الحاضر يندر وجود السلالات النقية في الوقت الحاضر بالعالم. طيب ليه ما فيش سلالات نقية في العالم؟ قال لك يا سيدي ما فيش سلالات نقية في العالم لأن كل السلالات حصل لها عملية انصهار واختلاط السلالات. نتيجة إيه؟ نتيجة الهجرات، نتيجة إن إحنا دلوقتي بقينا عالم مفتوح. يعني ايه؟ يعني انا بنتقل اعيش في بلد ومثلا اشتغل واعمل، وبالتالي ممكن اتزوج من هناك، فبالتالي انا ممكن اكون مثلا من القاره الافريقيه مثلا. طيب من السلاله الزنجيه. طب لو انا رحت اوروبا مثلا، ما هم اوروبا دول معروفين ان هم سلاله قوقازيه بيضاء، لو انا اتجوزت واحده اوروبيه فده هيحصل ايه؟ هيحصل هنا ان السلالات هنا هو ده بقى اللي اسمه اختلاط السلالات. لما هيجي طفل هيبقى طفل مختلط الصفات، ممكن تلاقيه واخد البشره مثلا البشره الزنجيه مثلا، ويعني احنا بنقول ايه؟ بنضرب امثله يعني، وبالتالي شعر مثلا مموج، مثلا شفاه رفيعه، يبقى اذا ده اسمه ايه؟ انصهار السلالات، هنا حصل عمليه الانصهار، لاني بدا بسبب انصهار واختلاط السلالات في صفاتها الطبيعية التي كانت تميز كل سلالة. كان في الماضي ده كان بيميز كل سلالة، في الوقت الحاضر لا، ما بقاش يعرف، ما فيش حاجة تعرف باسم السلالة النقية. ولكن
ورغم عدم وجود سلالة نقية، إلا أن هناك بعض المجتمعات البدائية التي تتواجد فيها سلالات نقية. يعني إيه مجتمعات بدائية؟ يعني مجتمعات لم تختلط بغيرها من السلالات، يعني محافظة قافلة على نفسها. طيب السلالات النقية دي موجودة فين؟ قال لك تعالى نمسك كده أول حاجة قارة أفريقيا، نلاقي سكان غابات حوض الكونغو وصحراء كالهاري في أفريقيا. دول سلالة زنجية، لأن إحنا عارفين إن الكونغو ده عند إيه؟ دائرة الاستواء، وصحراء كالهاري في جنوب القارة، تمام؟ قال لك دول في أفريقيا، دي سلالة زنجية بيتميزوا بقصر القامة، لم تختلط بغيرها وفي طريقها للإنقراض. مش إحنا قلنا من الأقسام السلالة الزنجية الأقزام؟ قال لك اه، ما هم دول بقى اللي بيسكنوا حوض الكونغو وصحراء ايه؟ كالهاري. ودول طبعا ما بيختلطوش بغيرهم، عارفين ليه؟ علشان فكره اللي هو ايه؟ زي ما احنا بنقول دلوقتي التنمر. ما هو انا لو انا طويل او قصير واتجوزت واحده طويله والعكس، طبعا هتلاقي المجتمع ايه؟ شغال بقى عليه بقى ايه؟ تنمر وتريقه. وليه؟ علشان خاطر الدنيا ما بقتش زي الاول. فقال لك السلاله دي محافظه على نقائها، بالتالي مختلطين ببعض بس، والطريقة الانقراض علشان عددهم اصلا ايه؟ قليل. اتنين، قال لك جماعة الاسكيمو. جماعة الاسكيمو دي تبع السلالة الايه؟ برافو، تبع السلالة الماغولية. ودول بيسكنوا فين؟ بيسكنوا صحراء تندرا وشمال كندا، طبعا علشان هم بيعيشوا في منطقة بارد. طيب ثلاثة، قال لك الهنود الحمر، برضو دول سلالة ايه؟ يرجع كده سلالة مغولية. دول بيعيشوا في غابات أمريكا الجنوبية وجبالها. يبقى أنا عندي حوض الكونغو، صحراء كالهاري في أفريقيا، دول قصار القامة. الإسكيمو في صحراء التندرا وشمال كندا. الهنود الحمر في جبال وغابات أمريكا الجنوبية. آخر حاجة معانا من السلالات النقية هي الأستراليون الأصليون. ودول طبعا مين شاطر بقى يقول لي بينتموا لمين؟ انا كنت عارض الخريطة في الاول بتاعة توزيع السلالات. مين معانا بقى كده كان مركز يقول لي الاستراليون الاصليين دول هينتموا للزنوج ولا للمغولية ولا للسلالة القوقازية؟ تمام، قال لك لو انت رجعت للخريطة اللي كانت في الاول الدرس خالص، هنلاقي ان كانت استراليا معظمها واخد اللون الايه من المفتاح الخريطة، اللون الاسود. طيب اللون الاسود ده كنا عاملينه للسلاله ايه؟ قال لك ايوه، يبقى للسلاله الزنجيه، يبقى الاستراليين الاصليين اللي هم سكان، برافو يا منى، تمام. قال لك السلاله الزنجيه، يبقى سكان استراليا الاصليين بينتموا لاني سلاله؟ بينتموا للسلاله الزنجيه. يبقى اذا هل يوجد في الوقت الحاضر سلاله نقيه؟ لا، بسبب ايه؟ بسبب الانصار. لكن في بعض المجتمعات البدائيه موجود فيها السلاله النقيه. طب ايه دليلك ان مفيش سلاله نقيه؟ تعال نقول دليلنا. قال لك دليلك على كده شعب الولايات المتحده الامريكيه او دوله الولايات المتحده الامريكيه تضم سلالات مختلفه بين سكانها. الزنوج الذين حصلوا على حقوقهم كمواطنين، ليه حصلوا على حقوقهم كمواطنين؟ ثم الجنا براف. قال لك مش احنا قلنا اتنقلوا عن طريق الهجرات الاجباريه؟ قال لك اه، وراحوا عاشوا هناك. لما عاشوا هناك حصلوا على حقوقهم فبقوا مواطنين ايه؟ تبع الولاية. اتنين، الهنود الحمر، ودول السكان الاصليون، ودول ينتموا للسلالة الايه؟ المغولية. وتلاتة، القوقازيون، وهم السكان البيض القادمين من اوروبا، الناس اللي جاية من اوروبا. طيب وبالتالي لما يجي يسألك ماذا ترتب على الهجرات وانتشار السلالات بين قارات العالم، هتقول له لا توجد دولة واحدة في العالم يتكون شعبها من سلالة واحدة. لو انت بصيت بقى حواليك في مدينتك، في محافظتك، على الكلام اللي احنا بنقوله ده، هتلاقي اه بالظبط كده. ده هتلاقي شارعك، مدينتك، محافظتك فيها كل الناس دول. هتقابل الزنجي، وهتقابل المغولي، وهتقابل القوقازي. يبقى اذا فعليا حاليا مفيش حاجة اسمها سلالة ايه؟ نقية. ليه؟ لان قلنا اختلط السلالات. احنا العرب مثلا ليسوا من سلاله واحده، فالاغلب العرب بينتموا للسلاله القوقازيه، ولكن مع حدوث الفتوحات والهجرات بدا يحصل عمليه الاختلاط بين السلالات، فاصبحنا نحن العرب ليسوا
من سلالة واحدة نتيجة الهجرات والفتوحات التي تمت على مر العصور. ده بالنسبة للسلالات البشرية. طبعا درس بسيط جدا. طب تعالوا نشوف التدريبات والأسئلة. بيقول لك صوب ما تحته خط. يرجع انتشار الإنسان في قارات العالم القديم إلى أواخر عصر الميوسين. 2- تتركز السلالة الزنجية قرب مدار السرطان بقارة أفريقيا. 3- جماعة التنجس توجد في شمال كندا وألاسكا. 4- تتميز السلالة المغولية بالشعر المتموج والشفاه الرفيعة. 5- تتركز السلالة الكوكازية في جنوب ووسط أفريقيا. معظم سكان شمال كندا من السلالة الزنجية. طبعا أنا عارف إن أنتوا بدأتوا تجاوبوا وأنا بعرض الإيه؟ الأسئلة. جانا بتسأل لما اكتشفوا الأمريكتين الناس الأوروبيين بدأوا يروحوا هناك وهم الكوكازيين. لما اكتشفوا الأمريكتين بدأ طبعا عشان يحافظوا على مكتسباتهم ويعني طبعا ان هم يستولوا على الخيرات اللي كانت موجودة برضو من موارد وكده، بدأوا يتنقلوا هناك عشان يثبتوا حقيقتهم يا جنى، وكمان بدأوا يعملوا ايه، ينقلوا ليهم الزنوج بقى اللي كانوا محتلين بلادهم وكانوا بيتم هجرتهم الايه الاجباري. تمام يا جنى، اجابة صحيحة للسؤال الاول. توماس عصر البلاستوسين، منا اجابة صحيحة. تمام، رقم 2 توماس دائرة الاستواء، تركز السلالة الزنجية قرب دائرة الاستواء، منا برضو اجابة صحيحة. توماس راح لنا للنقطة الثالثة، بيقول جماعة التنجس، لدى للتنجس جماعة الاسكيمو في شمال كندا والاسكا. تمام منا توماس. تتميز السلالة المغولية بالشعر المتموج، طبعا السلالة المغولية ما بتتميزش بالشعر المتموج، ده الشعر الاسود المسترسل. امال مين المتموج؟ السلالة القوقازية. تمام توماس منا. يلا يا جانا شد حيلك شويه وباقي الناس اللي حاضره. تمام يا شباب برافو. يبقى اذا يرجع انتشار الانسان في قارات العالم في اواخر عصر البلاستيوسين. اما تتركز السلاله الزنجيه قرب قلنا دائره الاستواء بقاره افريقيا. جماعه تنجوس توجد في شمال كندا والاسكا، لا جماعه الاسكيمو. تتميز السلالة قلنا القوقازية بالشعر المتموج والشفاه الرفيعة. تتركز السلالة القوقازية في جنوب ووسط أفريقيا بدل القوقازية طبعا السلالة الزنجية. وأخيرا شمال كندا ينتمي إلى السلالة المغولية. ننتقل إلى سؤال آخر، بما تفسر العرب ليسوا من سلالة واحدة؟ 2- بما تفسر انتقال أعداد من الزنوج إلى الأمريكتين؟ 3- بما تفسر تنوع السلالات البشرية في العالم؟ 4- بما تفسر الولايات المتحدة الأمريكية ليسوا من سلالة واحدة؟ 5- نظرة وجود السلالات النقية في الوقت الحاضر بالعالم. يلا الشباب الجميل اللي معانا اللي ما شاء الله عليهم. أول سؤال بيقول بما تفسر العرب ليسوا من سلالة واحدة، إحنا العرب ليه مش من سلالة واحدة؟ أول إجابة وصلتني من جنى بسبب انصهار السلالات. بص يا جنى ماشي، أنا أعتبر إجابتك صحيحة، ولكن إحنا العرب تحديدا تمام بسبب الهجرات والفتوحات في التاريخ التاريخية، عشان إحنا حصل لنا إيه، عملنا فتوحات كتير فبدأنا نختلط بغيرنا بشكل إيه أكبر، وبرضه انصهار السلالات تمشي. طيب السؤال الثاني قال لك بما تفسر انتقال أعداد كبيرة من الزنوج إلى الأمريكتين. تمام يا منا برضو، قال لك توماس بيقول لنا بسبب تجارة العبيد. طب نكمل يا عم توماس بقى ونقول إيه، بسبب الهجرات الإجبارية عن طريق تجارة الإيه العبيد والعمل في مزارع الإيه الأوروبيون زي مزارع القطن وقصب السكر. طيب السؤال الثالث، تنوع السلالات البشرية في العالم، ليه السلالات تنوعت في العالم؟ يلا السؤال ده طبعا ماشي منا اجابه صحيحه على رقم 2. تنوع السلالات، ليه السلالات تنوعت؟ توماس راح لاربعه على طول، لا احنا خلينا في ثلاثه الاول. تنوعت السلالات البشريه بسبب استقرار الانسان في اواخر عصر البليستوسين وتاثيره في البيئه وتاثره بها.
يبقى بدأت السلالات تتنوع نتيجة استقرار الإنسان وتأثيره وتأثره بالبيئة اللي بيعمل بيها. طيب تمام. البعض الولايات المتحدة ليس من سلالة واحدة طبعا، لأن شعب الولايات المتحدة يضم بين صفوفه الزنوج وهم القادمين من أفريقيا وأصبحوا حصلوا على حقوقهم كمواطنين. تمام منا. تمام. بيضموا الهنود الحمر دول السكان الأصليين والأوروبيين القادمين من أوروبا أو القوقازية. ندرة وجود السلالات النقية بسبب اختلاط وانصهار السلالات. توماس تمام يا توماس، بسبب استقرار الإنسان في البيئات المختلفة. بصوا يا شباب، أنا عايز بس إيه يعني إيه، لما نكون بنجاوب نمشي بترتيب الأسئلة علشان خاطر لو في حاجة يعني نظبطها مع بعض، ما نعديش سؤال ونسيب إيه سؤال آخر. يبقى إذا ده بالنسبة لأسئلة بما تفسر كده. إحنا تعرفنا مع بعض على السلالات. طبعا الوحدة ديت أسهل من الوحدة الأولى، والدروس هنا أخف والأمر أبسط. تمام يا جنى، إجابة صحيحة. أتمنى بس منكم التركيز ومعرفة أقسام السلالات، معرفة ليه السلالة ديت بتتركز في المنطقة دي وليه دي ما بتتركزش في المنطقة ديت، زي مثلا زيادة النسبة دي وقلة النسبة ديت، وده أهم النقط اللي في الدرس الأول. طبعا بكده إحنا نكون كملنا درسنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.